ان شاء الله تكونوا كامل لاباس، تكون صحتكم بخير، احوالكم. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد في نهار جديد. اليوم يوم مميز بزاف بزاف، يعني فرحانين. واش راكي ماما؟ لاباس الحمد لله. اليوم واش راح يكون اليوم؟ خليها مفاجاه، قوليها انتيا. نخليها مفاجاه، قوليها انتيا، انا ما بغيتش نقول. اليوم هو كان حلم، هذا كان حلمي كنت حابه نحقه ان شاء الله بإرادة ربي سبحانه. هو افتتاح مشروع اللي كنت متمنية اني نديره، قدرني ربي واليوم راح ندير افتتاح وان شاء الله ننجح فيه بكم انتم. ان شاء الله ان شاء الله يا ربي. اليوم هو افتتاح المشروع تاع ماما، يعني حبينا نديره افتتاح، حبينا نديره حفلة هكذا صغيرة. واحلى حاجة كنت متمنيتها هي ان نديره هذيك الدبلة الحمراء باش ماما تقص لهم قص. انا اللي درت لها الدبله في الباب باش تقص المقص، شوفوا الوعل تاعنا تاع بوبا باش تقص المقص وتبدا الافتتاح المشروع اللي ان شاء الله يا ربي يكون خير علينا ان شاء الله وخير على ماما، لانه المشروع تاع ماما ان شاء الله وربي يحفظها ان شاء الله، ربي يحقق لها كامل احلامها ان شاء الله. ان شاء الله بلا بنتي وبلا زوجي ما كنتش راح نوصل لهذا المواصل. توصلي انت يا الله غير فحلة. بلا زوجي اللي كان دائما واقف هنا في كتافي، كان هو كتفي، يعني الزوج هذو هما اللي وقفوا معايا، هما اللي وصلوني، واكيد انتوما ثاني وصلتوني. كنت من قبل صح يعرفوني الناس، كنت نخدم يجوني من الولايات نخدموا عندي الكاطو، يعني يذكروني بالاسم، بصح بكم انتوما اللي زدت طلعت اكثر واكثر. كيما قلت لكم نزيد نشكر بنتي بزاف، بابا ثاني ربي يرحمه كان ديما هنا في كتافي، كان هنا ديما في كتافي، كان يدعمني. نتفكروا اول مره رحت للاذاعه، يعني كان فرحته كبيره، ولو كان جا
معايا الذوق لو كان ثاني كان الفرحه تاعو اكثر 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 يعني. ان شاء الله ربي يرحمه ان شاء الله. ربي يرحمه ان شاء الله. ان شاء الله تكون فاتت خير على ماما، ربي يحفظها ان شاء الله. ان شاء الله. راح فرحانه لانه هذا الحلم تاعها كان عنده بزاف، ولكن الحمد لله يعني تجي نهار وتحقق الاحلام هذو. يعني مادام الواحد يحط هدف يجي نهار ويقدر يوصل له باذن الله، وان شاء الله ماما توصل الهدف اكثر واكثر. يعني هذه مازالت غير البدايه، هذه البدايه مازال ان شاء الله توصل اكثر واكثر ان شاء الله يا ربي، وتحقق كامل احلامها وكامل تحققوا ان شاء الله كامل احلامكم. يعني كل واحد عندنا حلم وطموح. المهم نروح البنات نوريكم بكا جولة خفيفة هكذا في الديكور اللي درناه، وتشوفوا الأجواء كيفاش راحين. نصور لكم فلوغ صغير هكذا، وباقي الفلوغ راح تلقاوه عند ماما، يعني هي اللي طبعا تحط لكم كل شيء كيفاش تول وجدات كيفاش جهزت كل شيء كل شيء. أول حاجة شوفوا واش ركبت الماما الدبلة، نوريكم الديكور. طبعا شوفوا هنا أم زينب طايفية. اسمي رجع مكتوب. هنا ثاني حطينا طوابل هكذا، هنا بالنسبة حطينا فيتاجي وحطينا الماء. هذو لي كارت تاع ماما. شوفوا هنا حطينا الطوابل، وهنا شوفوا الديكور راح جامل فوق. قررنا نديرو بالابيض. شوفوا هنا بالنسبة لاتارت هذي جابها خالي خو ماما، باسكو ثاني يخدم باتيسري. حطينا هنايا، درنا هنا طوابل. شوف هنا ثاني حطينا ديكورات. شوف هذا الورد ثاني روعة، هذه وحدة تخدم فيه ثاني. والشوكولا هنا حطينا هذا جاتو. نوريكم هكذا شوية لي موديل تشوفوا. هذا ثاني قاطوه مي مغلف في الألمنيوم، بصح مذاق تاعو روعة. هذو لي صالي هنا لازم راني قلبت عليكم، انا اللي حطيتها كنت ندير في لي فوتو، درت لي فوتو للانستغرام باش نبارطاجيها. وثاني البنات راح هنا راح تكون ثاني تعليم الخياطه ثاني. شوف راح تكون ثاني هنا تعليم الخياطه. هذه كارت فيزيت تاع ماما. والبنات بالنسبه للعبايه اللي قلت لكم اخر وحده بقات لي، هذا الموديل اللي بقى لي فقط من العبايات اللي بقاو لي، بقات لي في هذه لاكولير ال والاكس ال، ولاكولير الاخرى اللي هي البوردو العنابي كيما نقولوا احنا العنابي. كيفها كيما هذا نفس الموديل. شوفوا هذا راه بناته مدرس مطروز. شوفوا مطروز والقماش تاعو الله يبارك والله العظيم بزاف بزاف هايل. شوف يعني قماش هاربعة. هذا هو اللون اللي بقى لي واللون البوردو. هذا هو اللون العنبي اللي بقى لي ثاني. لا طاي تاعو بقات لي الال والاكس اي. هذا التطريز تاعو بالبيج. ها شوف هذا كيفاش الديكور كيفاش جا عليكم. عندنا تقريبا يومين وحنا نديكوري ونديكوري، وصباح جيت ثاني عاودت ماما شويه، ومن بعد طلعت انا لبست حوايجي درت هكا شويه ميك اب. المهم ومن بعد هبطت عاودت جيت، يعني لقيتها خلاص كنت مخليه غير طوابل ما كملتش طوابل. كي ميكي جيت لقيتها حطت طوابل. شوفوا يعني تبدلت سبحان الله قبل كي كانت ودوكا ثاني كي حطت طوابل هذاك تبدل، يعني بين ديكور حاجة يهبل ديكور. ان شاء الله يكون فاتح خير عليها ان شاء الله يا ربي. فرحانه والله متحمسه وفرحانه بزاف الماما، ان شاء الله ربي يكمل لها ان شاء الله، باسكو هذا حلم كانت تحلم به والحمد لله يا ربي. فان شاء الله نكملوا ندير لكم مقتطفات اليوم ان شاء الله لي الفلوغ تاعي. Thank you.
البنات الافتتاح كملنا الحفله تاعنا بصراحه جات روعه 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 بزاف يعني فرحنا بالضيوف اللي جاوا اللي كانوا نورونا وشرفونا ولا غير فرحونا يعني بزاف بزاف كانوا شاركونا فرحتنا فدوكا قلت لكم راكم تشوفوا في جوري باسكو ما كانتش هنايا جوري ما كانوش الاولاد هنا خلاص كون جاوا هنا الاولاد كون ما ولاش افتتاح كون ولا حضانه تاع ولاد الاولاد جبنا لهم دوكا ولينا جبنا الاولاد هنايا عيد ميلاد هذوك ولينا جبنا الاولاد كي شافوا الصباح هذاك اللي تبعوا عيد ميلاد دوكا باش نديروا لهم حفله عيد ميلاد هكذا باش كي شافوا الصباح عجبكم غابونا سنة حلوة يا جوجو سنة حلوة يا يزن سنة حلوة يا رنين سنة حلوة يا جميل سنة حلوة يا جميل سنة حلوة سنة حلوة حفظها حلوة يا رنين سنة حلوة يا جوري سنة حلوة يا عمر ذكرت تحفه اها والله مليحه